عزيزاتي المتتبعات، اليوم الشيف روزي طبخ الحلويات جبت لكم طريقتي المعتمده في صناعه العسل، يعني كيف كانوا يصنعوه بكري، ما يشد وقت طويل. انا ما نستعملش الكيكوطات، الكيكوطات يستعمل غير فتره قليله بصح، تاع الطريقه التقليديه هذه تاع اللي كانوا يستعملوها مواتنا، هذه هي اللي جبتها لكم اليوم. عندنا 2 كيلو تاع سكر، انا باين دي مسقيتها اليوم، عندي 2 كيلو تاع سكر، عندي 2 لتر تاع ماء، عندي الليم، وعندي الشب. الشب ما تقويش، ديري غير هكا فتاته هكا هكا على سب هكا صغيره، عند كيما هكا ديري غير هكا صغير. هاي وين هاي وين ما تقويش، خاطر الشب ثاني ماشي مليح في الماكله. نبدو المقادير تاعنا، راح نحل هذاك السكر نفرغوه، هاكا نفرغو السكر تاعنا. هاي وينا 2 كيلو تاع السكر، انا باغي نخدم 2 كيلو، واذا كنتي باغي تخدمي غير كيلو قسمي المقادير على 2. انا دائما نستعمل هذا، لا فيه قريب واش لا بقلاوه، مقروض مع يقطع بزاف، احسن تروحي تشري كيلو ب 27 ولا 28. عندي 2 كيلو تاع السكر، هذه الطريقه التقليديه تاع امهاتنا. عندي راح ندير هذيك الشريحه تاع الليمون، وندير هذاك الشب، ونفرغ فوقه 2 لتر تاع ماء. هذه الطريقه التقليديه، كانوا مواتنا يديروا كيما هاك، ويشد فتره طويله حتى 6 شهور 7 شهور، و تيديرو في الثلاجه ما تخافيش عليه، حتى لو تخليها خارج الثلاجه ما يصرى له والو. عبري كاع ما عندكش باش تعبري، عبري القرعه تاع الليمونات ولا قرعه تاع اي حاجه، ليسونسييل يكون فيها 2 لتر ولا استعملي 2 قرع. هذه راح نخلطها مليح، كيما انا عندي هذه المرميطه ديال ثقيله، هذا الطريقه تقليديه، هذه من بكري كانوا مواتنا يديروها. كان العسل قليل، وين قلت لك وين يلقوه في المحلات، شوف المناطق الداخليه. هاكا خلطيه مليح، علاش تخلطيه باه ما يديرش كي يبرد ما يديرش هذيك القشره من فوق. ها خلطيه مليح، وراح نديه نحطها فوق النار على نار قويه، كي نشوفها بدا يغلي نديرها على نار عاديه، ونخليه يطيب وقت 6 ساعات. كل سكر وكذا، ما هو السكر وشتو، كاين اللي يذوب بالخف وكاين اللي يطول. راح نديرها فوق النار، نخلطها مليح وندير نحطها فوق النار. خلطيه مليح، على خاطر تكون ما تخلطيش كيما قلت لك، يدير لك ديك الطبقه هذيك الناشفه هذيك من الفوق. وهذا انا دائما عندي مرتمل، مهم تكون عندي كوموند ولا نستعمل غير كيما هكا انايا. خيمي تروحي تشريها غالي وقليل. راح ندير نحطها هنا فوق النار، هاني خلطتها مليح، والشب كيما قلت لك ما تقويش، ديري غير على حساب هكا هكا صغيره برك. ها هادو علاه يديروا الشب، غير باش ما يتكرملش السكر، يعني يقعد قوام تاع عسل، حتى لو كان يطيب بزاف ما يتكرملش. هاي وين راح نديها انا، نحطها فوق النار كيما قلت لكم، نار قاويه، كي يبدا يغلي وحده شل 10 دقائق ولا نقصي عليه، مشي نقصي هكا متوسطه، حسبي 10 دقائق، كي تفوت 10 دقائق من يبدا يغلي حسبي له 10 دقائق ونقصي عليه، خليه يغلي، خليه يطيب مليح مليح، وراكي تراقبي ساعه ساعه راكي تشوفي فيه، كي تشوفي اللون تاعه تغير مليح وبدا يثقل، ماشي تخليه كاع يثقل بزاف، خاطر كي يبرد يزيد يثقل، يعني انت تعرفي لا تشوفي فيه، تشوفيه مقام تاع العسل كيكون حامي. ونعاود نرجع لكم عزيزاتي المتتبعات، ها هو العسل نتاعنا من بعد اللي طاب، خليته برد شويه، مازال شويه دافي، ها هوينا احسن من المحلات، انا ما بغيتهاش عاقد بزاف كاع، راه مازال عاد حامي شويه. ها
العسل تاعنا ها وين، زوج كيلو تاع سكر مع زوج لتر تاع الماء، تقطع لك حوالي 3 كيلو و200 تاع عسل ها وين، لما زره قافي دونك يزيد يثقل اكثر من هاك هاك. وانتي اللي بغيتي تزيدي ثقليه زيدي له في زيدي خليه فوق النار. ونتمنى الوصفه نتاعي هذه تعجبكم، هذه وصفه قديمه يعني من بكري كانوا مواتنا يخدموا العسل كيما هكا، كان قليل، كان خصوصا المدن الداخليه كان قليل العسل، هي كانوا يخدموا في ديارهم ها وين، مازال راه دافي. ونتمنى الوصفه هذه تاعي تعجبكم وتشاركوا لي بلايجام، والى الملتقى باذن الله.